السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله قررت انني في الشين ديالي ان شاء الله باذن الله نحاول ندير لكم لو كور ديال لا كونطابيليتي ناسيونال. من بعد ما وصلوني بزاف ديال الرسائل وبزاف ديال الناس قالوا لي عندهم مشكل في لا كونطابيليتي ناسيونال وسورتو عند ليزيد اللي كيقراو عند مدام ديان. دونك قالوا لي بانهم تالفين وما عارفينش شنو يبريباريو عندها في الموديول وخايفين منها هي كبروف. دونك اول حاجه قبل ما نعطيكم المسائل اللي نحاولوا نشوفوا في الكور والمسائل اللي خاصكم تركزوا فيها عندها باش تجيبوا نقيطه زوينه وتفاليديو، انا هضر لكم على البروف بعدا اللي هي مدام ديان. بالنسبه بطبيعه الحال الناس اللي كيقراو في لافاكولتي ديال فاس، اول حاجه مدام ديان هي استاذه ضعيفه باش تكونوا متفقين. بزاف الناس غالطين وكيقول لك بان ما كتعاملش وما كتحطش النقاط وكتحط بزاف الاصفار. فعلا هي كتحط الاصفار وكاين الناس اللي ما كتفاليدي ليهمش، ولكن الحاجه اللي خاصنا نتفقوا عليها هو ان ما يمكنش شي بروف غادي تجاوب له على كل شيء صحيح وتعطيه داك الشيء بالاكزاكت وما غاديش يفاليدي لك ولا يعطيك صفر. هذه ما كايناش، حيت انا ديجا مدام ديان قريت عندها لانتروديكسيون على ليكونومي وكانت كتفاليدي الناس، وانا كنعرف الدري صاحبي جاب عندها 17 تبارك الله. دونك يعني كتحط لي نوت، ولكن كما كنعرفوا كاينين بعض لي بروف اللي كيتعاملوا في لي زيكزام، يعني كيديو على الطريقه، يعني الا كانت غير الطريقه صحيحه واخا لي شيفر كيكونوا غالطين يعني ما كيديوش بعين الاعتبار داك الشيء وكيعطيو، يعني كيفاليديو بون نوت وكيفاليديو بمونسيون. وكاين بعض لي بروف اللي كيعجبهم داكشي اكزاكت، يعني خاص منين تجاوب لها على ليكزاما يكون داكشي يعني صحيح بالنقطه وبالفصيله وداكشي اكزاكت. دونك الاستاذه ديال من هاد النوع، من النوع اللي خاصها داكشي اكزاكت، يعني خاص ليكزارسيس يعني ما تغلط لها في حتى حاجه، يعني يكون داكشي بالنقطه وبالفصيله باش تعطيك نقطه زوينه. هي كات فاليدي وكتعطي نقيطات، ولكن باش تجيب عندها نقطه يعني من فوق 14 خاصك تكون يعني تعطي هذاك الشيء بالاكزاكت، يعني تعطي هذاك الشيء بالنقطه بالفصيله ما تغلط في والو. داكوغ، هذه اول حاجه خاصنا نعرفوها. ثاني حاجه خاصنا نعرفو وهو الكونطابيليتي ناسيونال هي واحد الماده سهله، بالعكس هي ما خاصهاش تكلفكم. انا نحاول ان شاء الله في لي فيديو بطبيعه الحال اذا كان التفاعل، حيت التفاعل فريمون انا درت المودي ديال جيستيون فينونسيير، درت لي شونتيوناج وستاتيستيك ولقيت بان التفاعل قليل بزاف. دونك فاذا كان التفاعل كثير في الكونطا ناسيونال راه نكمل معكم حتى التالي. بيان سور اذا كان التفاعل قليل وما كانش متبعين معايا لي زيتيديو فانا نكون كنضيع غير ليفور ديالي بلا فايده، يعني بحال اللي كنضيع الوقت وتحد ما متبعني. دونك ما يمكنليش نكمل ديك الساعه ما نكملش معاكم. ما الاش التفاعل كثير في لي فيديو ديالي على الكونطا انا كنوعدكم باننا نعطيكم توت لي تروك اللي كتعطي مدام ديان في ليكزاما والمسائل اللي خاصكم. انا ما غاديش نشوف، انا ما غاديش نحاول نعطيكم داك البارتي تيوريك شنو هو الهدف ديال الكونطا ناسيونال. هذا الشيء راه كاين دي شيء اللي كيخدموه مختصين في هذا الشيء، او شنو هو الهدف ديالها في المحاسبه الوطنيه او في الاقتصاد الوطني. هذه مسائل هي تيوريك اللي ما كتعطاش في ليكزام، حيت نتوما في ليكزام ما دوزوش الاورال، ما غاديش يجي تقول لك فهم لي الكونطا ناسيونال علاش كنحتاجها في الاقتصاد المغربي، ولا هذا الشيء ما كيتعطاش. دونك انا فقط نحاول نركز لكم ان شاء الله في الفيديو ديالي على لي فورمول اللي غادي تحتاجوهم في لي زيكزارسيس اللي كيتعطاو، ونعطيكم التعريف اللي كتعطيكم في ليكزام، حيت ليكزام كيكون عباره عن كيسيون دو كور وعباره عن اكزرسيس او بروبليم، كتسميه بروبليم مشكل وكتلقى له الحل لا سيتوياسيون. بيان سور داك لو بروبليم او ليكزرسيس يعني كيتعطى ديما، يعني كتبقى تبدل غير لي شيفر فريمون كونطا ناسيونال غير كيتعاود، حيت انا كنت قريت عند مسيو فوكيك وهي اصلا ايتيديون يعني طالبه كانت عنده، دونك كتمشي بالسيستم ديالو. اصلا تم مسيو فوكيك منين كان كيقرينا الكونطا ناسيونال كان كيعاود لي زيكزام ديالو، هو اصلا كان كيعاودهم. دونك وهي كتاخد من عنده، يعني لي زيكزام ديالو كتاخد من بعض المرات كتعطي ليكزام كوبي كولي كتحطو هكا كتيل كيلي كاع بلي شيفر، بعض المرات كتعطيه تقريبا بحالو وكتبدل لي شيفر. دونك الاساس هو انت تكون فاهم العلاقات وتعرف توظف دوك العلاقات
في لي زيكزارسيس، وهادشي انا ولا نخدم لكم عليه. انا ما نخدم لكم لا شنو هو الهدف ديال الكونطا ناسيونال، ولا شنو هي الكونطا ناسيونال، ولا شنو هو الهدف ديالها في الاقتصاد الوطني. هادشي راه في جوجل يعني اونلاين، يعني كاين الا بغيتوا تعرفوه. هادشي من بعد نتوما دابا الهدف ديالكم هو تفاليدي والموديول. دونك فانا نحاول نعطيكم فقط لي زيكزارسيس اللي كيتعطاو في ليكزام، ولي فورمول اللي كيتعطاو في ليكزام، اللي من خلالهم يعني تقدر تجاوب على ليكزارسيس اللي تعطيك في ليكزام. يعني واخا يكون مختلف، الاساس هو تعرف توظف دوك العلاقات في داك ليكزارسيس. وهادشي انا ولا نخدم لكم عليه ان شاء الله. ما غاديش نخربقكم كاع، تبعوني غير من الاول. هذا هو الشرط اللي خاصني نعطيكم، هو ما تمشيش غير لي زيكزارسيس وتقول بغيت نفاليدي، ولا تمشي تخدم غير لي فيديو التوالا. نو، خاصك تخدم دو ان من هاد البريزونطاسيون او لانتروديكسيون اللي كنعطيك، حتى التالي الا بغيتو تجيبو نقطه زوينه عندها. سي سا، وانا كنوعدكم بانني نحاول نخدم معكم توت لي تريك و توت لي كيسيون اللي كيتعطاو في ليكزام. غنحاول نخدمو معكم، خدمو غير داكشي ان شاء الله انا متاكد راكم غتفاليديو. سي سا، دونك هذه حاجه اللي خاصكم تكونوا عارفينها. دونك شنو غادي نشوفوا في هاد لاكونطابيليتي ناسيونال؟ هذا هو السؤال، حيت انا نعطيكم في هاد الفيديو غير انتروديكسيون، يعني شنو غادي نحاولوا نشوفوا في هاد الكونط ناسيونال. اول حاجه غادي نحاولوا نشوفوا وهو الكونط دي بيان اي دي سيرفيس. دونك الكونط ناسيونال هي عباره عن دي كونط، سي سا، هي عباره عن دي كونط. وانا ديجا قلت لكم انا غنحاول نخدم لكم غير بارتي براتيك، يعني غير المسائل اللي كتعطى في ليكزام، التعاريف اللي كتعطيهم في ليكزام فقط. ليكزام قلت لك كيكون على شكل كيسون دو كور، يعني اسئله مباشره، يعني تعاريف، يعني كيكونوا ثلاثه ولا اربعه ديال لي كيسون كتعطي، ولا خمسه، مره كتعطي ثلاثه ديال لي كيسون، مره تقدر تعطي اربعه، ومره كتعطي خمسه ديال لي كيسون. يعني كيتراوحوا النقاط ما بين اربعه النقاط، خمسه حتى سته النقاط في ذاك الكيسون دو كور. كتبقى 14 نقطة على ولا 15 ولا 16، بعد ما كتعطي 16 نقطة على ليكزارسيس، كتبقى هو على ليكزارسيس أو البروبليم. داك البروبليم يعني كتعاودهم، يعني كتبقى غير تعاودهم. دونك أنا نعطيك المسائل اللي كتعطيهم ديما، هادوك إلا عرفتو غير التكنيك كديرو تحسبو، بيان سور ما غاديش يجيكم صعيب. دونك ف 14 او 15 او 16 نقطه كتعطى لي ليكزارسيس او لو بروبليم. داك لو بروبليم كيكون فيه جوج ديال الانواع، النوع الاول هو الحساب، والثاني هو لاناليز، انك كتعطيك واحد طابلو او دي طابلو، وداك لي طابلو اللي كتحاول تحسبهم خاصك دير لهم لاناليز، تعطي واحد التحليل، يعني كتحلل داكشي اللي حسبتي. دونك التحليل غالبا كيكون عليه ما بين 6 نقاط 7 نقاط، و 7 نقاط 8 نقاط كيكون على الحساب، هي 14 ولا 15 ولا 16 نقطة، كتبقى 4 ولا 5 ولا 6 نقاط على الكيسون دو كور اللي هو عبارة عن تعاريف. فأنا نحاول نعطيكم لي زيكزارسيس والحساب أو لي تكنيك ديال الحساب كيديروا تحسبوا، ونحاول نعطيكم البارتي ديال الأناليز كيدير تأناليزي لا سيتياسيون ديال دوك لي طابلو، بلوس أنني نعطيكم التعاريف. حيت أنا منين شفت لي زيكزام ديالها وديال مسيو فوكيك، لقيت بأن بزاف ديال التعاريف كتعاودهم، تا هما كيتعاودوا. دونك انا غادي نحاول نعطيهم لكم، وبطبيعه الحال ما تنساوش انكم تبقاو عن بعد، وغاتعطيكم في البلاتفورم الكور ديالها. انا نعطيكم التعريف لا بليبار اللي كتعاودهم بزاف في ليكزام، ولكن نتوما طلبه باحثين، يعني خاصكم تبحثوا، يعني خاصكم تزيدوا نتوما تدخلوا الكور ديالها، تقدر تزيد شي تعريف جديد، شي حاجه جديده. دونك وتزيدوا تحفظوا الا لقيتوا شي تعريف انا ما عاطيها لكمش وهي عاطيها لكم في الكور ديالها، زيدوا حفظوهم. المهم حفظوا جميع التعاريف اللي نعطيكم انا واللي عندها في الكور، كون اكيد انها ما تخرج لكمش على داك الشيء، كتعطي غير التعريف ديال الكور ديالها، يعني ما كتعطيش. انا غنعطيكم داك الشيء اللي كتعطيه بزاف، وزيدوا نتوما الا لقيتوا شي حاجه انا ما عطيتها لكمش التعريف، زيدوا نتوما راه تكون عندكم في الكور، حفظوها. وكون اكيد اني الا خدمتوا غير داك الشيء راكم غادي تجيبوا مزيان. وبطبيعه الحال كل ما درتي افور كثر، وكل ما خدمتي بزاف ديال التمارين، كل ما كانت عندك لا بوسيبيتي انك تجيب النقطه. كل ما خدمتي غير شويه كل ما راك ما تجيبش النقطه، هذه وحده. ثاني حاجه، بزاف ديال الناس كيغلطوا عند مبدئيا، وهذاك علاش كيجيبوا صفر، حيت هي الا جاوبتي لها على كيسيون دو كور، واخا يكون عندك الكيسيون دو كور يعني الاسئله اللي هما ديريكت كلهم صحاح، الا ما جاوبتيلاش على ليكزارسيس ولا كان غلط كتعطيك صفر. شكون متفقين؟ حيت هنا كتقول لك بانك ما احترمتيلهاش الماده ديالها، ما عطيتيش الماده ديالها قيمه، يعني ما خدمتيش الماده ديالها. حيت من ليكزارسيس كتعرفك واش فاهم الموديل ولا لا، حيت الا جاوبتينا انت غير على التعاريف انا تعرفك غير حافظ. دونك
كتعرفك بانك ما درتيش مجهود باش تخدم لها لو موديول ديالها. دونك هنا واخا يكون عندك 6 نقاط كلهم صحاح كتعطيك صفر، شكون متفقين؟ دونك ضروري داك لو بروبليم او داك ليكزارسيس اللي كتعطيه خاصك تجاوب عليه ويكون كوريكت صحيح. لاناليز واخا تاناليزي ليها شي حاجه غير يعني ماشي تعمق ولا يعني شي حاجه عاديه، الاساس عندها هو تكون كتحسب، يعني الحساب يكون صحيح كوريكت. دونك لي كونط يعني اللي هما عباره عن دي كالكول يعني يكونوا صحاح، ولاناليز يعني ملي تجي تاناليزي ليها داك لا سيتوياسيون ديال داك لي طابلو يعني المهم تكون شي حاجه المهم تعرفك بانك فاهم. ديك الساعه لي كيسيون دو كور واخا يعني واخا دي لا غيستا في كل تعريف كون اكيد انا فوق 14 تجيب، يعني تجيب بون نوت عندها. سينو راك واخا تجيب الكيسيون دو كور كله صحيح، يعني واخا تعطي عليه كاع 8 نقاط داك الكيسيون دو كور، ولكن لو بروبليم او ليكزارسيس كله غلط كون اكيد انها ما تعطيكش نقطه، يعني اما تعطيك صفر اما تعطيك واحد، يعني ما غاديش فاليدي ليك. وهنا فين كيقولوا وانا جاوبت على كيسيون دو كور وليكزارسيس خربقت لها وعطاتني صفر، علاش عطاتك صفر؟ دونك هادي باش تكونوا عارفين باش ما تظلموش حتى الاستاذ، حيت فغيمون هي واخا هكاك الاستاذ تغيفها باش تكونوا متفقين، حيت انا قريت عندها وعارف السيستيم ديالها، هي غير خاصها يكون داكشي اكزاكت. دونك فالنصيحه اللي نقدر نعطيكم قبل ما نبداو هذا اي انتروديكسيون هاد الفيديو، بغيت نعطي لكم كنصائح تفيدكم في هاد الكونطا ناسيونال باش ما تبقاوش تالفين وتقولوا علاش ما كتفاليديش هذا. ها علاش ما كتفاليديش؟ حيت ما كتجاوبولاش على ليكزيرسيس، راه تقدر تجاوب لها على ليكزيرسيس بوحدو تجيب 15 ولا 14. انا ما بيرسونيلمون حيت العام اللي كنت قريت عندي سوفوكي كانت حطات ليكزام ديالها وديالو كوبي كولي يعني تشاركوا فيه، وانا ما كنتش حفظت كاع لي كيسيون دو كور، يعني كنت غير خربقت في داك الكيسيون دو كور في التعاريف، يعني عطيت غير شي حاجه من الفهامه يعني. المهم ليكزارسيس هو اللي درته كوريكت، ليكزارسيس كان عندي كله صحيح بلاناليز وحطت لي بون نوت، يعني هو مسيو فوكي صافي دير هما بجوج كانوا متعاونين دونك كيصحوا بجوج وحطوا لي بون نوت، يعني جبت نقطه زوينه في الكونتا ناسيونال بلا ديفينيسيون. وكان كنت درت الكيسيون دو كور وكان راني جبت كثر فوق 14 وكان راني جبت شي 16 ولا 17. دونك فهذاك علاش يعني تكون اكيد الا جاوبتي على لو بروبليم او ليكزارسيس كون اكيد تكون عندك لا بوسيبيليتي انك تفاليدي بالمونسيون، حيت بعد ما غات ليكزارسيس كيتعطى عليه 16 نقطه داكوغ. ديك الساعه هاد الكيسيون دو كور يكفي انك تكتب لها واخا غير سطر وجوج سطور غير فاهمه تحس بك غير فاهم، كون اكيد انك راك غادي تجيب بون نوت. باغ كونطخ واحد دار كيسيون دو كور كيقول اه وخليني دابا ندير لا غير كيسيون دو كور وندير لها شي حاجه في ليكزارسيس تحط لها غير 8 ولا 7 وباك عليا تكونبونسا كيصدق هو جايب صفر. دونك كيقول لك علاش انا جاوبت على كيسيون دو كور كله صحيح وما حطيتيش حتى واحد ولا جوج، ها علاش ما حطاتش؟ وهذا الشيء راه كنأكد عليه. اذا النصيحه اللي نعطيكم هو اول حاجه في ليكزارسيس في ليكزام ان شاء الله اول حاجه جاوبوا على لو بروبليم او ليكزارسيس هو الاول، منين تجاوب على ليكزارسيس وتاناليزي لها لا سيتوياسيون ديال لي طابلو اللي انا عطيتكم، حيت الكونطا ناسيونال كلها دي طابلو، هي دي طابلو يعني، وهذوك لي طابلو فيهم دي زاغريغا ولي زاغريغا راكم قريتوهم في الماكرو ايكونومي. لي زاغريغا شنو هما؟ هو كيدير تحسب البي اي بي برودوي انتيريور بروت، كيدير تحسب برودوي ناسيونال بروت، كيدير تحسب لو سول دو لا بالانس كوميرسيال، كيدير تحسب ليبارن بروت اي ان سي دو سويت ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. هادو هما لي زاغريغا، هادشي شفتو في الماكرو، هادشي اللي شفتو في الماكرو هو اللي غادي نشوفوه كوبي كولي في الكونطا ناسيونال، ولكن سو فورم دي كونط ولا سو فورم دي طابلو سي سا. دونك الا جاوبتي على ليكزارسيس ديك الساعه عاد سير جاوب لها على الكيسيون دو كور، كون اكيد انك ضمن نقطتك او موا كتفاليدي بديك 12 ولا 13 بعدا او موا او موا، هذه القليله سي سا. وبطبيعه الحال حنا كنعرفوا بان لي موديل براتيك اللي كيكونوا 100% حساب ماشي بحال لي موديل اللي كيكونوا براتيك واناليز، يعني فيهم حفاظه وفيهم براتيك. فلي موديل كيكونوا براتيك 100% بحال المات
l'analyse mathématique بحال l'algèbre linéaire هادو يعني كتكون خارج نتا عارف راسك جايب 20 ولا 19 سا فو دير داكشي كالكول 100% بحال ستاتيستيك بحال ايشانتيوناج هادو الا جاو كالكول عندك صحيح راه كتجيب 20 باينه مي لي مودي اللي كيكون فيهم البراتيك والاناليز يعني انك خاصك تاناليزي لا سيتوياسيون كيكون فيهم التعريف فبطبيعه الحال راه يستحيل تجيب 20 ما يمكنش حيت تقدر تمشي عند بروف يحط لك 18 صافي دير عجبو التحليل ديالك بروف اخر يعطيك غير 9 ولا 10 ما عجبوش التحليل ديالك دايره كاين الفلسفه فلسفه هي تحليل كاين الاستاذ اللي يقدر يعطيك 16 كاين الاستاذ اللي يعطيك 8 ما يعجبوش التحليل ديالك دونك فالمواد اللي كيكون فيهم التحليل بطبيعه الحال يعني ما تسناش من البروف يعطيك 19 و20 و18 يعني الا جبتي انا بالنسبه ليا الا جبتي في الكونطابيليتي ناسيونال غير 15 راك سوبر انا بالنسبه ليا راك بارفي في داك الماده اذا بالنسبه ليا انا راه سي سوبر يكفي انك تجيب 15 16 في الكونطا ناسيونال راك اكسيلون انا بالنسبه ليا حيت فريمون هذيك هي النقطه انا بالنسبه ليا لا بروميير نوت هي 16 حيت ما تسناش من البروف يعطيك فوق 16 دونك الا حللتي وعطيتي داكشي مزيان وحطيت لك لو بروف 16 عرف راسك انك راك اكسيلون وراك فاهم الكونطا ناسيونال بطريقه زوينه سي سا حيت فريمون هي سهله وماده قصيره يعني ما طويلاش بزاف ولكن اي باش تبنيش امل على انك تجيب 20 و 19 حيت هي ماده تحليليه فيها التحليل شويه وفيها الحفاظه دونك كاين الاستاذ اللي يعجبو التحليل ديالك كاين الاستاذ اللي ما يعجبوش دونك كل بروف والمنظور ديالو في داك الماده دونك هذاك علاش انا بالنسبه ليا جبتي في الكونطا ناسيونال غير 15 دوبل زيرو انا بالنسبه ليا راك سوبر وراك اكسيلون في داك الماده سي سا المهم نتوما خدمو ولا فاليديتي غير 14 الفوق راك بون تري بيان سي سا دونك المسائل اللي نحاولوا نشوفوا في لا كونطابيليتي ناسيونال هي قلنا الكونت دي بيان اي دي سيرفيس هذا الكونت دي بيان اي دي سيرفيس هو سو فورم تابلو يعني كيتعطى تي كيلي هكاك يعني كيتبدلوا غير شيفر دابا نعطيكم اكزرسيس عليه ونعطيكم الكور ديالو و يعني عرفوا غير داك العلاقات هو سو فورم تابلو وداك التابلو هو علاقات فيه ديزاغريغا ودوك لي زاغريغا قلت لكم شفتوهم في الماكرو ديجا يعني اذا كنتو فاهمين الماكرو ما كنظنش يجيكم صعيب الكونتا ناسيونال هذا الكونت دي بي اي دي سيرفيس ثاني حاجه غادي نعلمكم كي ديروا تكالكوليو لي زاغريغا يعني كي دير تكالكولي البي اي بي البي ان بي الاكسيدون بروت كي ديروا تحسبوا لا فالور اجوتي هادشي ديجا كنا شلنا في الماكرو ايكونومي نوليو نعاودو نشوفوه في الكونتا ناسيونال هو كالكول دي زاغريغا ثالث حاجه دي نشوفوها يعني مهمه كتعطيها حتى في لي زيكزام وديما كل عام كتعطى في لي زيكزام هي لا سيكونس دي كونت هاد لا سيكونس دي كونت هما دي كونت هما سو فورم دي تابلو كاين 8 ديال لي كونت يعني 8 ديال لي تابلو فيهم علاقات فيهم دي زاغريغا نتعلموا نحسبوهم دونك حتى هما كيتعطاو في ليكزام من بعد كاين واحد لو طابلو كيتعطى كل عام هو اللي به كان اناليزي لا سيتوياسيون اللي بعد ما كيتعطى ليه 15 ونص نقطه ولا 16 دونك اللي هو لو طابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري كيتسمى لو طابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري هاد لو طابلو دي كونت اذا هاد لا سيكونس دي كونت اللي هو 8 ديال لي طابلو اللي شلنا اذا قلنا دوك لي زانفورماسيون اللي شلنا في هاد لي كونت او لا سيكونس دي كونت هما اللي غنحطوهم في هاد الطابلو وانطلاقا منهم غنخرجوا واحد العلامات استفهام يعني كيتعطاو في ليكزام واحد المجاهيل كيتعطاو في ليكزام اذا غادي نلقاهم انطلاقا من هاد لا سيكونس دي كونت فاذا كنتو فاهمين الطابلو ديال لا سيكونس دي كونت فهاد لو طابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري غيجيكم كلمه سهل يعني غيجيكم سهل انكم تخرجوا داك العلامات استفهام وهذوك العلامات استفهام فيهم دي تكنيك غادي نحاول نعطيهم لكم ان شاء الله كذلك نحاولوا نشوفوا لاناليز دي سيتوياسيون دي كونت يعني انا لقيت مثلا لو تابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري لقيت دوك العلامات استفهام دونك انطلاقا من داك الطابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري نحاول نحلل لا سيتوياسيون نحاول ناناليزي واحد لا سيتوياسيون ديال دوك لي كونت سي سا دونك نعلمكم لي زاناليز راه باين كيتعطاو يعني دوك تحفظوهم كيتعطاو هكا تلكيلي دونك باش تعطيكم نقطه من بعد غادي نشوفوا في اخر فقره هي لي ديفينيسيون التعريف اللي كيتعطاو اللي هو كيسون دو كور كيسون دو كور كيتعطاو سوا ثلاثه ديال الاسئله سوا اربعه سوا خمسه ديريكت يعني تعريف
بحال شنو هو لوبجي ايكونوميك، شنو هي الكونتابيليتي ناسيونال، يعني تعريف ديال الموديول كيتعطاو عليهم خمسه سته حتى لاربعه النقاط. دونك كنحاول نعطيكم لا بيبار دي ديفينيسيون اللي كتعاودهم هي في لي زيكزام، وكيبقى نتوما تزيدوا تبحثوا على تعريف اخرين دابا تعطيهم لكم في البلاتفورم ضروري تحت الكور ديالها، ومن الكور ديالها جبدوا التعاريف اللي ما عطيتهم لكمش انا وحاولوا تبحثوا عليهم وتزيدوا من عندكم، وان شاء الله ما يكون غير خير. دونك هادشي اللي غنشوفوا في الكونط ناسيونال، نعاود غنشوفوا الكون دي بي اي دي سيرفيس، غنشوفوا الكالكول دي زاغريغا، غنشوفوا لا سيكونس دي كونط اللي هي 8 ديال لي طابلو او 8 ديال لي كونط اللي غنشوفوا، غنشوفوا لو طابلو دي كونط ايكونوميك انتيغري يعني كي كديروا تحسبوا دوك العلامات استفهام، وغادي نشوفوا كي نديروا اناليزي ولا سيتياسيون ديال دوك لي كونط، ابخي غنشوف لي ديفينيسيون او التعاريف اللي كتحطهم في ليكزام، وهادشي اللي غادي نشوفوا في الكور، يعني هادشي هو اللي كتحطوا في ليكزام. مي اللي كتاكد عليه ديما كيتعطى في البروبليم او في ليكزارسيس هو هاد الطابلو وهاد لا سيكونس دي كونط، هادو بعدا كل عام كيتحطوا، كل عام كل عام كيتحطوا، يعني بلوس لاناليز ديال هذاك لا سيتياسيون ديال هاد لي كونط، يعني ملي كتحسبوا كتاناليزي داكشي اللي حسبتي. دونك هادو كل عام كيتعطاو عليهم سوا 14 سوا 15 سوا 16 نقطه، بعد المرات كتعطيكم هادو ديما، وتقدر تزيدكم تعطيكم هاد الكونط دي بيا دي سيرفيس كيتعطى تلكيلي، يعني كتبدل غير شيفر، وبعد ما تفعوا ما تعطيكم الكون دي بي دي سيرفيس كتعطيكم كالكول دي زاغريغا، يعني هادو كتختار واحد فيهم كتعطيه في ليكزام، سوا كتعطي الكالكول دي زاغريغا سوا كتعطي الكون دي بي دي سيرفيس، واحد فيهم كتعطيه بلوس هاد لا سيكونس دي كونط ولو طابلو بلوس لاناليز، هادو كل عام كتعطيهم سي سا، او بيان سور لي ديفينيسيون تاعهم كل عام كتعطيهم، كتعطي كيسيون دو كور، هذا كتقول لك كيسيون دو كور، وكتعطي ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه الاسئله، يعني خاصك تكون حافظ التعاريف، هذوك غير تعاريف كتكون حافظهم، يعني شنو هي الكونطا ناسيونال، شنو هو لوبجي ايكونوميك مثلا، شنو هي لوبيراسيون ايكونوميك، شنو هو لي كريتير روتوني بور روغروبي لي زينيتي انستيتيسيونيل، دونك هادو خاصك تكون حافظهم، يعني كيتعطاو يعني من الكور ديالها، سي سا نحاول نعطيهم لكم حفظوهم وسيروا. وزيدوا نتوما بحثوا الى عطاتكم تعريف اخرين في البلاتفورم بحثوا عليهم. دونك هادشي اللي غنحاولوا نشوفوا ان شاء الله ابتداء من الفيديو الجاي، نبدا لكم الكور ديريكتومون. دابا هذا فقط عطيتكم كانترودكسيون باش تعرفوا لو موديل دو كونطا ناسيونال شنو غادي تشوفوا فيه، والمدام ديان كديروا تتعاملوا معاها. انا قلت لكم هي استاذه ظريفه، انا كنولي نعاودها وكتفاليدي، يعني ما يمكنش انت يكون عندك كلشي اكزاكت صحيح وتعطيك صفر، هذه راه ما كايناش، هي ماشي يعني كنقولوا ماشي من مصلحتها انها ما تفاليديش لي زيتيدون كاملين، ما يمكنش يكون الاقتضاد العام الجاي، دونك ماشي من مصلحة اي بروف انه ما يفاليديش لي زيتيديون، ولكن ما يمكنش عاوتاني يكون عندك داكشي غلط وتفاليدي. هو المشكل هو الناس ما كيفهموش الكونط ناسيونال، وسيرتو هاد الطابلو ما كيعرفوش كيديروا يخرجوا دوك العلامات استفهام، يعني بحال كيكونوا حافظين غير العلاقه كيبقاو غير خربقوا، ما كيعرفوش يخرجوا دوك العلامات استفهام، ومني ما كتفاليديش ليهم كيقول لك ما تعاملاتش معاهم، هما راهم ما فهموش الكونط ناسيونال بالطريقه اللي خاصهم يفهموه بها، وهذا هو المشكل. اما الا فهمتوا الكونط ناسيونال كون اكيد وجاوبتوا على داكشي اكزاكت راه غاتفاليدي ليكم، مي خاصكم تبداو لها بالاكزارسيس هو الاول عاد تجاوبوا على لي كيسيون دو كور، كون اكيد انها غاتفاليدي ليكم ان شاء الله باذن الله، سي سا. دونك ما نطولش عليكم، كنتمنى الفيديو يعجبكم، الا عجبكم ديروا جيم كومونتير وبارطاجيو، وانا كنوعدكم اذا كان تفاعل في هذا الفيديو انا غادي نحاول نخدم معكم دو ا جوسكا زيد، غير المساله ما غادي ندوخكم بوالو، انا نعطيكم غير لي فورمولا اللي تحتاجوا ان شاء الله في هذا الكونط ناسيونال، وكديروا توظفوا دوك لي فورمول في لي زيكزارسيس اللي كتعطي، وانا نعطيكم انا غير الاناليز اللي كتعطي هي في ليكزام بلوس لي ديفينيسيون اللي كتعطيهم في ليكزام فقط، ما غادي نعطيكم حتى حاجه اللي الاشياء اللي ماشي مهمه كاع ما نعطيها لكم انا، وان شاء الله باذن الله تفاليدو بون نوت، وكنتمنى لكم التوفيق.